على كل إن أنا هلأ خطط ببالي فكرة. شو هي؟ إذا كان هذا الرجال هو مصطفى، فشو هو أغلى شيء عنده؟ أغلى شيء عنده ما بعرف. حصانه. صح. ميت ميت؟ يمكن من أول ليل. بسيطة. شلون بسيطة أغاية؟ لازم تروحي لعنده يا خالو، هو كتير زعلان عليه، كتير كتير. قال هذا اللي هربني من الدرك، هذا اللي شاف معي أيام العز كلها، يجي يموت هون بدون سبب. قلت لك خلص أنا بلاقي حل. أنت روح شوف شغلك، جهز العرباية وخليك قريب. حاضر أغاية. هلأ هدول هنن كلهم صرنا عم نشتغل فيهم شهرين؟ بتعرفي قديش بتسوى هالقنينة؟ قديش يعني؟ بتوزنيها وبتحطي مقابيلها 5 مرات ذهب. أوف! لكن شو؟ هذا زيت الياسمين، هذا بياخدوه بيكسروه بالسبيرتو وبيرجعوا بيعملوا منه بلاوي. مشان هيك. لكن شو مفكرة؟ أنا لو ما هالياسمين كان فيني وقف قدام سعاد وقبل منا قدام أخي رسلان، وقفت وما اعتزتهم. أخدوا أرضي ياخدوها، بس هالضيعة ما بتركها، وهالجنينة الصغيرة اللي شايفتيها كمان ما بتركها. قلك بصراحة أنا أحسن منهم كلهم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بخالو، شو هالزيارة المباركة هي؟ الله يخليك. تفضلي أغاية، تفضلي. خليك على راسي. تكرم عيونك يا أغاية، هلأ بعد الغداء بتتفرجي وبتنقي الحصان اللي بعجبك. بس أنا هلأ ماني حاملة مصاري. ها يا عيب الشوم، شو هالحكي؟ هلا وحدة مثلك بنحكى معها بالمصاري. تفضل لك. والغدا؟ نحن جايين نجرب بعضنا، بعدين أنا ما بيمشي معي غدا على الجاهز. ها؟ هلا بنذبح. عم بمزح يا أخي، عم بمزح. تفضلي. مع السلامة أغاية. شرفتي خانوم. شرف مقدارك. حباب الصيف. تفضل يا أخي. شوف. Thank you.
مبروك. حقه اعتبره اندفع. لا خلاص. لا ما خلاص، اكيد بدك تبيعي ارض مشان تدفعي حقه. لك اخي شبنا، ليش ما بتخليني اعرف اتصرف من حالي؟ اختك وحبت تهديك حصان بدال يلي مات، شو فيها؟ طيب قولي لي بس قديش طلب؟ بيني وبين خليل آغا ما في شو طلب وشو عطيته، بعدين انا بعرف قديش بيسو. بقول له تفضل خود، بيقول لي كتر خيرك وانتهى الموضوع. بس فحل ما هيك. لآغاي اشتريت له حصان جديد احسن من اللي مات. ايه بسيطة بسيطة، ما في شي بضل جديد. انت خليك صاحي لهم واوعى يغيبوا عن عيونك لحظة واحدة، مفهوم؟ ليش هيك عملت الخانو؟ يعني ما فيها تستنى لبكرة؟ والله يا أغا يعني الحق حق. ماشي خذ هدول. ليه؟ هدول حق الحصان، هدول زيادة. كتر الله خيرك، أصيل ابن أصيل يا أغا. يلا سلام عليكم. شرك الله يخلينا إياكم. سلام عليكم. هيك لك أنا. برافو عليك، برافو. والله يا معلم بيطيروا العالم، بحياتي ما شفت هيك دار. مشان هيك لك ما بعت الأرض. والله ما بعرف، بيجو. بسيطة. بسيطة.
انت خلي عيونك مفتحه. يا سيدي الناطور مو بس ناطور. الظاهر انه الشاويش تبع الخانم بس مخليته مخبى. ايه طبعا، لكن لمين ما كان بتأمن هيك مبلغ؟ اغا تعتقد انه هو ورا كل العمايل اللي الحرق وقتل وسلب؟ الله اعلم، بس بتعرف على الاكثر هيك. تفضل. الو. الو، مرحبا، فندق الرسلانية؟ ايه، مين عم يحكي؟